اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي سريعا جدا. كابتن محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول. النهارده محمد هاني بديلا لاحمد فتحي، او يعني محمد هاني اللي بدا النهارده هذه المباراه. اثنين في وسط الملعب، عمرو السوليه وحسام عاشور، برده لان حمدي فتحي خارج القائمه بسبب الانذارات الثلاثه، وحسين الشحات، والنهارده ايضا وليد سليمان بديلا لصالح جمعه، ورمضان صبحي، وفي الامام وليد ازارو. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره السريعه جدا، دكتور احمد ثابت. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كنت تمام؟ عندك ايه النهارده تقوله لنا سريعا جدا؟ الاول تشكيل الاسماعيلي زي ما عرضناه امبارح في الاختلاف. يمكن هو بادئ النهارده بمحمد الشامي كمهاجم وهمي، وتحته كريم بامبو ومحمد صادق، ده اللي هيلعب النهارده بنفس طريقه اللعب، نفس طريقه اللعب 4-3 ويفضي المساحات. نعم. وبادئ بباهر المحمدي جنب محمود متولي، اتنين مساكين، وزي ما قلنا اسامه ابراهيم، احمد ايمن، الثلاثه اللي في وسط الملعب دونجا وعماد حمدي ومصطفى فارس. مصطفى فارس. وبعد كده الاثنين اللي قدام كريم بامبو ومحمد صادق، وقدام محمد الشامي. مظبوط. وبالتالي هي نفس طريقه اللعب اللي احنا هيعتمد عليها النادي الاسماعيلي، اللي هو المهاجم الوهمي اللي بيسقط ويفتح مساحات لبامبو ومحمد صادق. تمام. طبعا اول حاجه معانا مقارنه النهارده ما بين مستر مارتن لاسارتي المدير الفني وكابتن محمود جابر. اتفضل. يمكن مستر لاسارتي لعب 19 مباراه مع النادي الاهلي في الدوري، كسب 16، اتعادل 1، خسر 2، نسبه الفوز 84%. لكن كابتن محمود جابر لعب مع الاسماعيلي 3 ماتشات في الدوري، كسب 1 وخسر 1 وتعادل 1، نسبه الفوز 33%. النادي الاهلي مع لاسارتي جاب 33 هدف بمعدل 1.7، استقبلت شباكه 9 اهداف بس، وشباكه نظيفه 11 مباراه من 19. اهم لاعب في عايز اقول حاجه ثانيه في الناحيه الثانيه بقى، نسبه النادي الاسماعيلي جابوا هدفين في 3 مباريات بس، واستقبلوا شباكهم هدف واحد، وعندهم شباك نظيفه ماتشين من 3 ماتشات. تمام. اهم لاعب في هذه المباراه بالنسبه للنادي الاسماعيلي هو رمضان، انا اسف، كريم بامبو. وبالتالي خلينا نروح نشوف مقارنه ما بين كريم بامبو وواحد ايضا من اهم وافضل مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، واللي عليه علامات استفهام كبيره جدا لعدم انضمامه للمنتخب، رمضان صبحي. طبعا يمكن المقارنه، كريم بامبو رقم 10 في النادي الاسماعيلي، عنده 26 سنه، لكن رمضان صبحي رقم 32، عنده 22 سنه. كريم بامبو لعب السنه دي في الدوري 25 مشاركه ب 1243 دقيقه، سجل 5 اهداف زي ما قلنا امبارح، ان هو عنده فينش مميز وصنع اسيست واحد. رمضان صبحي 15 مشاركه، لعب 1115 دقيقه، احرز هدفين و3 اسيست. في بعد كده مقارنه ما بين الحراس، الشناوي ومحمد فوزي. ماشي. محمد الشناوي، الشناوي اللي عليه برضه حمله اليومين دول، هنبقى بعدين بقى لان مفيش وقت. الشناوي طبعا اكتر حارس في الدوري حافظ على نظافه شباكه، 12 مباراه، واستقبلت اقل حارس في الدوري دخل شباكه اهداف 9 اهداف. ايوه. من 20 مشاركه، لكن محمد فوزي لعب 17 مشاركه، على فكره عنده 25 سنه، لكن الشناوي 30 سنه. ايوه. حافظ على نظافه شباكه 9 مباريات، استقبلت شباكه 15 هدف في 17 مشاركه. في بعد كده مقارنه، لا خلينا نروح للمقارنه ما بين ايضا حاجه مهمه جدا في خط الوسط ما بين عمرو السوليه ودونجا، والاثنين الحقيقه عاملين شكل جيد من ساعه ما دونجا راح النادي الاسماعيلي طبعا في يناير السنه. عمرو السوليه يمكن 29 سنه، دونجا 26 سنه. عمرو السوليه لعب 24 مشاركه، احرز هدفين و4 اسيست، حصل على 8 كروت صفراء. دونجا 29 سنه 26 سنه، لعب 15 مشاركه مع النادي الاسماعيلي، احرز هدف واحد وما صنعش ولا هدف، وحصل على 3 بطاقات صفراء. تمام. اذا هي دي اهم المقارنات النهارده اللي ما بين اهم لاعبي النادي الاهلي واهم لاعبي النادي الاسماعيلي. سريعا جدا تقول لنا اهم نقاط القوه مره ثانيه في الاسماعيلي واهم نقاط القوه. اهم نقاط القوه في الاسماعيلي النهارده هيبقى كريم بامبو، زي ما قلنا ان محمد الشامي هيسقط، يحاول ان هو يسحب. يمكن محمد الشامي النهارده هو وادي كريم بامبو، هيحاول يسقط يسحب معاه ايمن اشرف لورا، ويبقى كريم بامبو يفضي المساحه، فضي الجزء ده كده، هينزل يسحب معاه المساك، هو ويبقى ده بالظبط الشكل، كريم بامبو يقطع من وراهم. دي يعني ده الشكل اللي هيبقى موجود النهارده كتير جدا. ده دي جمله الاسماعيلي المتحفظه، او الجمله الثانيه اللي محمد صادق هيجي يخش من الجناح اليمين ويقوم كريم بامبو يلعبها له، يفوتها لمحمد الشامي يلعبها له، وفي نفس الوقت ايه، تحرك كريم بامبو للعمق. دي اخطر حاجه في الاسماعيلي. تمام. ده يمكن اخطر حاجه، يمكن ابرز نقطه قوه في الاسماعيلي، مع الضربات الركنيه راسيات محمود متولي. نقاط الضعف، عندهم نقاط ضعف كتير. اولا التمركز في الكرات العرضيه سيئين جدا فيها. احمد ايمن مش باك ليفت اصلا، وبيلعب على القدم اليمنى، تقدر ان انت تستغله. حسين الشحات النهارده يقدر يكون عامل مهم قوي في نقطه ضعف في الاسماعيلي. برضو الضربات الركنيه وسلاح التمركز في الكرات العرضيه نقطه مهمه، والنهارده سلاح اعتقد ان مروان محسن
هيكون له دور مهم جدا في الشوط الثاني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه، ونشوف مباراه جيده زي ما قلت لحضراتكم، مباراه من اهم المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي خلال هذه الفتره، على الرغم من ظروف وحاله النادي الاسماعيلي، ولكن يظل النادي الاسماعيلي الكبير دائما واحد من اهم وافضل الفرق المصريه والعربيه، وهتفضل هذه المباراه من اهم المباريات ومن كلاسيكيات كره القدم المصريه، النادي الاهلي ضد النادي الاسماعيلي. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جدا يا كابتن اسلام. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، ايضا النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال، بعد هذا الفاصل.